هذه الليلة القاسم على فراش الموت، وكانت عنده بنت طفلة صغيرة. ذاك الشيخ زعيم الحي قال له: بني انت مريض واخاف تموت، هاي زوجتك وبنتك الناس يقولون لهم انتو ابوكم ما معروف، يعني هاي فشلة مو صحيحة بحقنا. القاسم استشف من وراء الغيب انه ملاقي ربه، ماكو شيء بعد يحذر منه. قال: يا عم انا الان احدثك عن حسبي ونسبي، يا عم اتعرف الامام موسى بن جعفر؟ جعل ذلك الشيخ يرتعش وهو يقول: كيف لا أعرف إمامي غريب بغداد باب الحوائج؟ قال: يا شيخ فأنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، أين الصارخون وإمامه وسيدا؟ لما سمع ذلك الشيخ رمى عمامته، جعل يحث التراب على رأسه، يقول: وخجلتاه من أبيك ومن جدك. قال: يا عم لا عليك لا عليك، أنت معنا، إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني، صلي علي وادفني واكتب على قبري: هذا قبر القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر الذي مات غريبا. سيدي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، انت غريب وابنك غريب وشيعتك قلوبهم محترقة. كان من جملة وصية القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، قال: يا عم خذ زوجتي وابنتي إلى المدينة. لما صار أيام الحج أخذ ذلك الرجل زوجة القاسم وابنته إلى المدينة. وصلوا إلى دار بني هاشم، ذيك الدار اللي ما بيها رجال كلهم قتلوا. دخلت ابنة القاسم إلى الدار، نظرت إليها أم القاسم، قالت: بني أقبلي. أقبلت: أدبري أدبرت. قالت: والله هذه شمائل ولدي القاسم. قد دخل ذاك الرجل الكبير، قص لهم الخبر المتقدم. أم القاسم بمجرد أن سمعت بموت ولدها شهقت شهقات متتالية وفاضت روحها الطاهرة: أنا الوالدة والقلب لهفا، ودور عزبني ويان ما جاء. إن شاء الله إحنا ويا أمير المؤمنين دنيا وآخرة عدلين ميتين يمك يا علي. هذه أكو فد امرأة أيضا مات ابنها، جابوا دفنه بوادي السلام بجوار أمير المؤمنين. ظلت أمه تبكي على قبره إلى قريب مغيب الشمس. لما قامت صارت قدامها قبة أمير المؤمنين، صاحت: دخيلك يا علي هل صار الغروب؟ أولياد الصبح يما يقدف أنت، صحيح الله ورسوله ما يقص.